لم يكن أكتوبر شهرا لأغلى انتصار عسكري مصري في العصر الحديث فحسب، لكنه من أكثر الشهور التي حقق فيها الأهلي انتصارات في مختلف البطولات. لعب النادي الأهلي في شهر أكتوبر 253 مباراة في البطولات المختلفة، حقق الفوز في 161 مباراة، وتعادل في 66 مباراة، وخسر في 26 مباراة فقط. سجل لاعبوه 508 أهداف، وسكن الشباك 185 هدف. تصدر حسام حسن قائمة أهداف الأهلي في شهر أكتوبر برصيد 20 هدف، يليه طه اسماعيل ومحمود الخطيب برصيد 17 هدف، ثم صالح سليم ب 12 هدف، سيد الضذوي ب 11 هدف. على مستوى أبرز المباريات والبطولات، كان أكبر فوز للأهلي في شهر أكتوبر يوم 22 من أكتوبر عام 2017، عندما فاز الأهلي بنتيجة 6-2 على نادي النجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كما فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في 15 من أكتوبر عام 1976، أحرز أهداف الأهلي صفوت عبد الحليم ومصطفى عبده. في نفس اليوم 15 من أكتوبر لكن عام 2015، لعب الأهلي مع الزمالك على كأس السوبر المصري، وفاز بنتيجة 3-2. أحرز الأهداف عبد الله السعيد هدفين وهدف لمؤمن زكريا ليفوز بكأس السوبر المصري، لتكون دورة انتصارات الأهلي في شهر أكتوبر.